خمس ملاحظات مهمة تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي. لمعرفة التفاصيل تابعوا الفيديو للنهاية. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش اشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. شكك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصداقية برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال عبر فضائية NBC مصر، وأشار رواد السوشيال ميديا إلى مجموعة من الملاحظات الواضحة التي تؤكد فبركة البرنامج، ومن أبرزها تكرار الضيوف. لوحظ أن رامز جلال يستضيف بعض الشخصيات المقررة كل عام، ومنهم فيفي عبده مثلا، الضيف الدائم على برنامج مقالب رامز جلال، وهو ما يشكك في معرفة هؤلاء الضيوف المقررين لطبيعة البرنامج. الملاحظة الثانية، اللاعبون. يعلم الجميع صعوبة ظهور أي لاعب محترف خاصة في نادي كبير كالأهلي دون موافقة ناديه ومعرفة تفاصيل البرنامج، ولم يحدث أن تعرض لاعب للعقاب بسبب ظهوره في برنامج رامز جلال، ما يؤكد معرفة اللاعب والنادي بكل التفاصيل. علي معلول، أنا بحب علي. تعالى بس هنا. الملاحظة الثالثة، فريق العمل. يستعين رامز جلال بفريق عمل شبه ثابت وخاصة في الإعداد، ما يثير الشكوك الشديدة بحيث يصعب تصديق أن نفس المعد الذي خدع دون دراية العام الماضي يواصل خداعه للعام التالي دون إثارة أي شكوك. الملاحظة الرابعة، الفنانون. أكد كثير من الفنانين أن برنامج المقالب كلها وأهمها برنامج رامز جلال مفبرك، وآخرهم عصام كاريكا. شوفني عامل كاميرا خفيه بقول لك، والنبي ممكن اسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه، هو انتوا بتكونوا عارفين؟ ايوه عارفين. الذي نشر فيديو عبر يوتيوب يتحدث صراحه عن فبركه هذه المقالب قائلا، كل الناس لما بتشوفني عامل الكاميرا الخفيه بتقول لي والنبي ممكن اسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه. لا 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 لا، شوف انا متعلق ازاي بقالي ربع ساعه. هو انتوا بتكونوا عارفين؟ وصدم كاريكا متابعي قائلا، ايوه عارفين، في اشارة منه الى علمه مسبقا بكواليس المقلب قبل تصويره. فانا طالع يا جماعة على انه هو مقلب ومش عارف المقلب بقى هيجيلي منين، مستعرضا لقطات سابقة من برنامج رامز قرش البحر الذي وقع ضحية فيه منذ سنوات. شوف انا متعلق ازاي بقاله ربع ساعة. اخطر حته فينا رامز كله والبيت ايه ده. الملاحظه الخامسه، المصادر. اكدت العديد من المصادر ايضا ان كل برامج المقالب مفبركه ومتفق عليها بين الضيف والمذيع، وبرهنوا على كلامهم بالتمثيل الواضح الذي يقوم به الضيوف مقابل مبالغ ماليه كبيره يحصل عليها الضيف مقابل الظهور كضحيه امام المشاهدين. ويطلع ومش عارف ايه، يعني برضو احنا لو المتفرج مجنون اكيد المستمع مش عارف ايه شارب ايه.